السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد خبيزات بالشوفان. فين غادي نلقى الشوفان؟ الشوفان هو راه معروف كيتباع في الرحبه، البلاصه اللي كيتباع فيها الزراع والشعير، يعني الرحبه كنقولوا حنا الرحبه الزرع كيتباع فيها هذا الشوفان. ولكن هما في الرحبه راه ما معروفش بالشوفان، معروف بالخرطال. قلت تشري شحال ما بغيتي، تشري 10 كيلو، تشري 5 كيلو، شري داكشي العدد اللي بغيتي. هنا كنجيبوا هاد الشوفان هذا، يعني المعروف بالخرطال، كنجيبوه للدار كنغسلوه كنقيوه كندوزوه في الشمس، يعني واحد اليومين عنده نتاع الشمس باش كيبس. فاش كيبس ديك الساعات كنقيوه كنديوه لهذاك اللي كيطحن الزرع، يعني راه معروف فين البلايص اللي كيطحنوا فيهم الزرع اللي كطحن فرينه، هذا كنديوه كنطحنوه. فاش كنطحنوه كنقولوا له رطبوا لنا، فاش كيرطبوا كنجيبوه للدار كنغربلوه كنخرجوه، راه غير واحد شويه تاع النخاله، ما ندوزوش في ديك الغربه الرقيق، ندوزوه في واحد الغربه كيكونوا عيونه شويه يعني كيدوزوا، كيخرج لنا واحد النخاله غير قليله. هذيك ما كنستعملوهاش، هذيك كنرميوها. هنا فين كنحصلوا على الدقيق، هو هنا كيرجع لنا دقيق الشوفان او دقيق الخرطال. هانتوما كتشوفوه هو راه كيجي رطب. هنا عندنا الشوفان هو واجد، كنحتاجو الشوفان. هنا عاوتاني لحقاش هاد الشوفان ما كيمكنناش نعجنوه بوحدو، ضروري ما كنعجنوه ما مع الزرع الكامل. شنو هو الزرع الكامل؟ كنمشيو نيك للرحبات الزرع كما درنا للخرطال، كنمشيو كنجيبو الزرع ماشي فرينة، لان كاين الفرق ما بين الزرع وما بين الفرينة. هنايا باش كتعرفوا الزرع يعني من فرينة، بزاف الناس كيسقسيوني شنو هما الانواع نتاع الزرع نتاع الطحين، ورينا الاشكال ديال الطحين. ان شاء الله واحد الحلقة غادي نخصصها غير بهذا الشيء نتاع الحبوب ديال الزرع وديال هنايا. هذا هو الزرع. الزرع كتكون الحبة ديالو سمراء، يعني الزرع ماشي هو فرينة. فرق ما بين الزرع وما بين فرينة، الزرع هو هذا كتكون الحبة ديالو غدا سمراء. هانتوما كتشوفوا مزيان، يعني الحبة ديالو سمراء. هنايا هذا حتى هو كنجيبوه كنكيلوه حتى هو من الرحبة، يعني هذا الرحبة حنا كنقولوا رحبة الزرع، البلاصة اللي كيتباع فيها الزرع حبوب راها كتكون معروفة في اي مدينة. هنا كنجيبوا هذا الزرع ديالنا كنجيبوه للدار كنغسلوه كنقطروه كنشروه في الشمس، كنشروه في الشمس على حسب الشمس. المهم عنده واحد اليومين باش كيبس الزرع مزيان، باش يعني واخا كنغربلوه وندخلوه للركنه يعني كنخبعوه ما كيوقع له والو، الا بقى فازق لا هو ولا هاد الشوفان. الا بقاو فازقين ما يبسوش مزيان، الا غربلتي الطحين وخبعتيه عندك في الركنه يعني في المحل ديالك كيغمال. هنا حتى كنتاكدوا من الزرع بين يبس مزيان كنقيوه كنحيدو منه ديك الحبوب، يعني كتكون فيه واحد الحبه كحله كنحيدوها. المهم كيتنقى يعني كندوزوه بيدينا، لا حجر لا عد لا تراب لا والو. هنايا كنديو حتى هو الطاحونه فين كنطحنوا الزرع. فاش كنطحنوه كنقولوا له رطبوا لنا باش كيجيب النخاله ديالو، هذاك هو الطحين الكامل. يعني كاين اللي كيطحنوا ويغربلو كيحيد منه النخاله كيحيد منه الحمامر، احنا ما كنحيدو منه لا نخاله لا حمامر، هذاك هو الطحين الكامل. هانتوما كتشوفوه هو في الطاحونه كتقول له رطبوا لي، صافي كيولي الطحين. هانتوما كتشوفوه يعني راه بالنخاله ديالو. ها هي هنايا دابا هنا هضرنا على الحبوب، دابا ان شاء الله ندوزو باش نصوبو الخبيزات ديالنا اللي خاصين بصحاب الريجيم، وراهما ممتازين كيجيو زعما زوينين. عندنا 200 غرام نتاع دقيق الشوفان، عندنا 100 غرام نتاع الزرع الكامل. هي كنحتاجو معلقه صغيره نتاع سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، والملحه واخا قلت لكم معلقه صغيره راه كيبقى لكم الاختيار. هنا عندنا معلقه صغيره ديال الخميره،
يعني الخميرة ديال الخبز. هنا عندنا معلقة كبيرة ديال الخل، خلاص كنهزو تقريبا واحد 4 ولا 5 المهم شوية نتاع الزرع الكامل هذا باش غادي نسمدو الخبيزات ديالنا. هنا عندنا المدافي، هنا الخميرة، كنديرو هاد معلقة نتاع سنيدة، كنديرو المدافي، كنخليو ديك سنيدة هكا تذوب، كنديرو عليها الخميرة نتاع الخبز، ديروها حتى تفزك، ضروري باش تفزك. هنايا هاد نخلطوهم، نديرو هاد الملحة معاهم، الملحة كتبقى لكم اختيارية. هنا الخميرة هانتوما كتشوفو راه فزقات، علاش سبقت السكر والماء هما الاولين؟ لحقاش فاش كنسبقو الخميرة هي الاولى وكنكبو عليها الماء كتبقى لاصقة لنا في التحت ديال البلاصة اللي كنفزقو فيها. هكا فاش كنسبقو السكر هو الاول والماء فاش كنديرو الخميرة راه ما كتلصقناش لتحت. دابا هنا راه حنا تأكدنا من الخميرة راها فزقات، نديروها في الوسط. معلقة د الخل نخليها هي الاخرى. دابا هنا غادي نعجن الخبيزة ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. هما هاد الخبيزات راه خاصين بالناس نتاع الريجيم، هادي تكون عجينة عادية راه باخدو فاش كنعجنوه أولا مع الفرص. رحنا كنربو العجينة قصحة وكنبداو كنرشو وندلكو، هذا لا، هذا هو أصلو ما كيخدش الماء، هاد الشوفان هذا يعني الخرطة ما كيخدش الماء، كنبقاو كندلكوه هكا. هنا نتوما تشوفو العجينة راها تجمعات. دابا هنا كنجيبو هاد المعلقة د الخل، كنديرو هاد المعلقة نتاع الخل. هاد المعلقة د الخل راها اولا كتساعد على الخميرة يعني دغيا دغيا كتخمر، ثانيا كتجيب الخبز مقرمل. هنايا كنديرو ديك هكا يعني كندخلو ديك المعلقة د الخل في هاد العجينة هادي، حنا غير كندخلوها يعني ماشي شي دليك، لحقاش الا جينا ندلكوها غادي تلصقنا. شوية ديال الزيت، هاد تمن واحد ما كملش حتى معلقة، هاديك باش نخليو الخميرة العجينة نخليوها تخمر لنا. هنا دابا نغطيو العجينة ديالنا ونخليوها تخمر تقريبا ديك 30 دقيقة، ولكن خصنا ندفدفوها نديروها في شي محل يكون سخيخن. العجينة ديالنا هانتوما كتشوفو راها خمرات، راها خامرة مزيان. نجيبو هاد الطحين ديالنا راه هو كامل بالنخالة ديالو بكل شيء، كنحاولو نملحو هاد العجينة غير كتغبرو الطحين من التحت وكتطلقوها هكا يعني كتخليو في السمك تقريبا واحد سنتيم في العلو ديالها. هنايا رحنا كنجيبو هذه المقلة د الخبيز، يعني خصنا واحد العافية تكون دايرة على المقلة، ماشي غير العافية غير في الوسط باش نطيبو واحد الكمية كثيرة، ما نطيبوش كل وحدة بوحدها. هنايا المقلة ديالنا راه حتى كتسخن مزيان، كنجيبو واحد القطاعة وزلافة، المهم على حسب التقطاع كيبقى لكم نتوما الاختيار كبير ولا صغير هكا، كنتأكدو منها بين تقطعات. هنايا كنحاولو نهزوها غير بالعقل، كنقادوها. هنا المقلة ديالنا راها سخونة كطيب من التحت، كنديرو لها هكا كنلقاوها طابت من التحت، كنعاوتاني نقلبوها هكا كنخليوهم حتى كيتحمرو مزيان. دائما فاش كنديرو هكا الخبيزات في المقلة أو حريشات ضروري خصنا ندوروهم فاش كيجي التحمر ديالهم مقاد. هانتوما فاش ديك التدويره فاش كنبقاو ندوروهم هكا كيحاولو حتى يجيو مقادين. الخبيزات ديالنا بالشوفان هما واجدين، هما كيجيو رطب راه مكيجيوش قاصحين، ولا بغيتو تحتفظو بهم في المجمد
لمدوهم في زويف ديال الثوب، يعني شي زويف ديال الثوب، عاد ديروهم في البلاستيكه. عاد يمكن لكم تحتفظوا بهم، راه كيجيو هكا لذاذين وصحيين، ويمكن لكم تستعملوهم بالعسل مع زيت العود مع الزيتون، يعني كيعوضوا الخبز، غير هما خاصين بالريجيم. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.